على العموم انا زي ما قلت لك في تأثير، في يعني في حاجات كتير بالنسبه لنا، يعني كنا ما ينفعش ان احنا نفقدها، لكن يعني مش مبرر ولا حاجه، بطوله ولسه موجوده طبعا وكل حاجه، لكن طبعا بتصعب وبتبعد. يعني اسف جدا جدا على تعادل، مش انا بس، اكيد كل الناس باحساس متغير. مش هتكلم على محمود بسيوني او غير محمود بسيوني، او يا راجل ده كره اجاييه، بتتناقش مع كابتن محمود عاشور، بتناقش معاه فبيقول لي خلصت والكره طلعت. يعني ايه طلعت؟ يعني انا اديك بالبوكس مثلا، اديك بالبوكس وبعد كده اقول لك الكره طلعت، يعني ايه ده؟ انت ما جبتوش، ما جبتوش يا سيدي، ده انت ما جبتوش الحكم، يعني ما قلتوش تعالى في تدخل انا مش مرتاح له، تمام، وسيبه ياخد القرار، سيبه ياخد القرار. النهارده محمود بس ما شفتوش من 4 سنين محمود بسيوني على الملعب، على مستوى الملعب ما شفتوش من 4 سنين، يعني ان لم تخن الذاكره، مباراه مع دجله من 4 سنين ومباراه تانية ممكن تكون تانية او ما تكونش، ما شفتوش في الملعب بره 4 سنين. الحكام اللي موجوده على الفار، اللي موجوده في الفار، يعني هو مش انتقاد يا جماعه، مش انتقاد، هي الموضوع باختصار شديد جدا جدا كفاءات. هل الناس دي يعني ممكن تاخد قرار سليم 100% ولا لا؟ على العموم بس انا بشوف للي جاي، بشوف للي جاي. انا خايف اصحى من النوم بكره الاقي جدول كاس مصر مثلا، يعني الاهلي هيلعب يوم 9، والاهلي لو كسب يلعب، لو كسب يلعب يوم 11، وبعدين يلعب 13، وبعدين 15، وبعدين يقول لك اعمل ايه؟ انا خلاص الحمد لله رب العالمين خلصت الموسم دوري وكاس، يعني بعيد عن